تفضل يا دكتور. شكرا. انا مش بس اسعدني انها خفت، اسعدني كمان انها ما بقتش رفضاني، كانت ظريفه جدا. والله يا دكتور انت جمايلك كتير قوي علينا، وعبله بتفهم في الاصول. بلاش تخليها تعرف موضوع الورق، مش عايزه تشغل بالها باي حاجه، انا هتولى كل شيء. بالعكس هي عارفه، وهي اللي اصرت ان انا اطلب مساعدتك. كويس ان هي اللي اصرت. المهم فين الورق؟ خبيته في مكان امين. ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ لان لقيت فيه شيء مهم جدا، اسماء زملاء عز. زملاء في ايه بالظبط؟ في مجال شغله، بيشير ان في مشروع بينهم. ده كل اللي مكتوب في الورق؟ ما ده شيء مهم قوي يا دكتور، ده خيط ممكن يوصلنا للحقيقه، عشان كده عايزين مساعدة حضرتك معانا. هما اتنين، أحمد خلاف وصفوت منير، والأولاني توفى. ده برضه كان مكتوب؟ لا، ده اللي حكالي عليه دكتور رشدي. مين دكتور رشدي؟ ده أستاذهم، هبقى أحكي لك حكايته بعدين. إداني صورة لعز معاهم من حوالي 10 سنين. دي ممكن تكون مهمة جدا. اتفضل. ده عز فعلا؟ اللي على يمينه أحمد خلاف، ده مات في باكستان، واللي على شماله صفوت منير، ده ساب مصر خالص، والتالت باكستاني. يعني واحد مات والتاني مش موجود في مصر والتالت باكستاني. خالد اتأكد إنه ساب الجماعات المصرية وسافر. سافر على فين؟ ده بقى اللي عايزينك تعرفه لنا يا دكتور. في اقتراح تاني ممكن يبقى مفيد جدا. إيه هو؟ شوقي أبو حجر. ممكن يكون شافه مرة ولا مرتين مع عز هناك. أنت عارف إنه ما كانش بيسيبه أبداً في لندن. فكرة معقولة جدا. طب ممكن تكلم شوقي أبو حجر دلوقتي يا دكتور؟ أول ما هوصل المكتب هخليهم يتصلوا بيه. لا عشان خاطري، ابعت له الصورة على الإيميل دلوقتي حالاً. حاضر. ده بالظبط اللي كنت هعمله. دكتور حسين، عبلة عندها إرادة حقيقية إنها تعرف حقيقة اللي حصل لأبوها. زي الإرادة اللي خليتها تشوف لما اقتحموا أوضتها. عشان كده أرجوك، عايزين نرد لها حقها في أبوها. بتعملي كل ده عشان عبله بس؟ لا، وعشانه عز. يمكن انا بلغت في عدائي له، عشان غلطه لو كان عايش كان ممكن يخليني اسامحه عليها. علاقتك بيه مره تانية بقت لغز قدامي. انت دكتور حسين، عشان خاطري انا ما صدقت ان انا استردت ثقه عبله تاني فيا. انا منظر ده كويس، ما تقلقيش. موضوع عز انا مش هسيبه، عارف ازاي احاسب الناس اللي كلفتهم في لندن. ظاهر اني اتخدعت فيهم. فعلا احنا ما شفناش منهم اي نتيجه. تصورت انه وهم مش كده؟ دكتور حسين، انا ثقتي فيك كبيره جدا، عمري ما شكيت في نبل اخلاقك. والله كويس، فضل لنا حاجه عندك، ما فقدناش كل شيء. صباح الخير، اتأخرت عليكي؟ أهلا يا أستاذة أنيسة، كان عندكم ميعاد ولا إيه؟ لا أبدا، أنا بس كنت جاية الهند علشان كنت عايزة منها. استنيني في المكتب يا أنيسة. كنتيش عايزة تقعدي معايا لوحدك؟ لا إطلاقا طبعا، يا ريت تبلغني أول ما توصل النتيجة يا دكتور. قلت لك ما تقلقيش، المرة دي لازم نوصل للنتيجة، ما دام أنتي عايزة كده. متشكرة أوي، اتفضل. عليك. مع السلامة. والله انت ساعات يبقى عندك تخلف عقلي يا أنيسة. ليه بس كده؟ هو انا عملت حاجه يا بنتي؟ انا مش قلت لك تعالي بدري؟ بدري عن كده ايه؟ انا فاكراكي لسه نايم. هو انا كنت عايزه اسالك سؤال، هو يعني لسه ايه؟ بصراحه هو باين، بس تعرفي هو يخوف. يخوف ليه؟ بيفكرني كده بالعشاق في افلام السايكودراما القديمه، بالمرضى النفسيين لما بيحبوا. حسين كامل مريض نفسيا؟ والله انت اللي مريضة عقليا. متشكرون يا فندم. ها كنت عايزاني في ايه؟
فضي ده. ايه ده؟ موضوع جديد للنشر؟ دي الصور الاصليه اللي زوروها. هو انت طلعتي عليهم يا هند؟ 20 نسخه قابله للزياده. ايه لازمتها بس؟ هو احنا خلاص مش قلنا ان الموضوع هدي وانتهى؟ هدي وانتهى؟ انت لازم تسلمي النسخ دي للاستاذ منعم وكل الزملاء، وانا هبعت منها لكل الصحف اللي ادانت التصرف ده. انا مش عايزه اي مجال للشك. اما المصور ده بقى انا هعرف ازاي اوصل له، مش هسيبه. انا مش فاهم، انت عايزه توصلي للمصور ولا اللي ورا قتل المرحوم ولا ايه؟ ولا ايه يا هند؟ في حاجات بدات تبان لي ان مالهاش صله ببعض، ويمكن تكون كلها موصله لبعض. زي ايه؟ شركه ابو دومه طلعت لعبه كبيره قوي. لعبه؟ البيت كله مرشق اجهزه تصنت. يا نهار اسود، طب نقوم نبلغ البوليس. بوليس ايه؟ انا لازم اعرف الحقيقه من سيد ابو دومه نفسه ومين اللي وراه، وايه اللي هفتح له ملف القضيه تاني. بعد ما اتنزلت يا هند؟ ايوه بعد ما اتنزلت. المهم خالد عمل ايه في موضوع صفوت منير؟ تصوري عمل ايه؟ ايه؟ عمل موقع على النت باسم صفوت منير، ولحد النهارده ولا هو ظهر ولا اي حد بعت مسج باسمه. خدي اطلعي انت على الجورنان سليمي دول، وانا هروح الدويقه. دويقه؟ دويقه ايه تاني يا هند؟ قصدي سيد ابو دوم مهما غير شكله او مكانه هيفضل هو هو المجرم بتاع الدويقه. بالراحه عليا شويه يا باشا، مش كده؟ انا عملت كل اللي عليا، مش ذنبي ان هو ما جابش نتيجه. وبعدين يا باشا عدم المؤاخذه، الوعود اللي وعدتها لي كلها مفيش اي حاجه اتنفذت منها. وايه لزوم الشتيمه دي يا باشا؟ ايه لزوم الشتيمه؟ انا برضو كنت سياده النائب. الو الو، طبعا ما هي اخر خدمه الغز علقه، مش كده ولا ايه؟ سايبي في ايه يا وزه؟ الاستاذه هند بره. هند؟ هند علام؟ هي سايبي. وايه اللي جابها دي؟ مش كفايه اللي انا سمعته دلوقتي من تحت راسها؟ ازحلقها؟ لا مش دي اللي تتزحلق. اتفضلي يا هاني. مكتبي نور يا هاني. وزه ابعتي لي الساعه. ما تبعتيش حاجه يا وزه. اتفضلي يا هاني. انا جايه وجايبه لك هديه جميله هتبسطك قوي. يعني الحمد لله عرفت ان سيد ابو دومه كان مظلوم وبريء. صح، وادي الدليل على انك كنت بريء ومظلوم قوي. ايه ده؟ دي التكنولوجيا اللي حضرتك بعت جبتها من بلاد بره. دول بتوع ايه دول؟ بتوع ايه؟ دي اجهزه تصنت كانت متركبه عندي، وكانوا بيستقبلوها رجالتك. انت سيادتك بتتكلمي عن ايه؟ سيد، سؤال واحد تجاوبني عليه، عملت كده لحساب مين بالظبط؟ لا ما انا ما اعملش كل اللي انا عملته ده عشانك واطلع جدع وفي الاخر تلبسيني تهمه. الاجهزه دي مش انت اللي ركبتها؟ ما اعرفش عنها حاجه. لا تعرف، وتعرف مين اللي زقك على انك تركبها. وخلينا نتفاهم بالراحه احسن. نتفاهم على ايه يا ست انت؟ بنتها وزه. لا لا مفيش داعي، ولا وزه ولا بطه. انا مش جايه لك المره دي بمسدس، انا جايه عشان نتفاهم بهدوء. هو مين يا سيد؟ او هما مين يا سيد؟ واوعدك ان انا هخرجك بره الموضوع خالص. بره ايه وجوه ايه؟ هي لعبه. فاكره انا لما ها لما ايه؟ اتكلم اتكلم وانا هطمنك يا سيد. انت مالكيش عندي حاجه ومعرفش حاجه عن الحاجات دي، ولو تقدري تثبتي ابقى اثبتي بقى. هقدر يا سيد وحسبت، وهفتح لك كل ملفاتك القديمة، وقضية عبلة اللي اتنزلت عنها هتراجع فيها. ايه رأيك؟ اللي هيقرب لي تاني انا هقتله. وكمان بتهددني بالقتل. انا سيد ابو دومة بتاع الدويقة، لو كنت نفسي يا هانم انا بفكرك هرجع لكم زي زمان قتل قتلة. انا سيد ابو دومة سيادة النائب، واللي هيقربني فيكم انا هقتله. في ايه يا سيد بيه؟ خليك شهادة يا وزة، الهانم بتهددني. اشهد يا وزة، انا فعلا بهدد سيد بيه ابو دومة وهدخله السجن. وقع
قريب جدا. ماشي هانم، بس بعد كده خدي بالك من نفسك وخدي بالك من السنيوره بنتك.